في البول ديال العجان غنديروا كيلو ديال الطحين الفورص، جوج ديال الخمارات، شويه د الملحه باش كنهرسوا الحلاوه، باش اصلا غريبه كتبغي تجي فيها النسمه ديال الملوحه. واحد كاس ديال اللوز محمر ومحمر شويه ماشي بزاف ومهرمش، لان محمر ونهرمشو حتى هو. الصلاه على النبي. كوك سوا طحناه شويه، ديروا جوج كيسان ديال السكر ديال العنبه، لي بغا ينقص السكر ينقص ماشي مشكل، على حسب الذوق. دابا غنحط معلقه صغيره ديال القرفه، كنخلطو النواشف كاملين حتى كيتخلطو لنا مزيان، عاد غنبداو نزيدو ديك الزيت لي درناها مع ديك الزبدة من يكونو بردو، مع ديك الزبدة لي طيبناها نوازات. دابا غنخليوها ترتاح شوية وعاد غنبداو نخدموها. دابا هادي هي غريبه اللي صايبنا قبيله، هذيك اللي من ليه راه هي اللي مقطعنا دورناها قطعناها بالمطبع داير، وهذه اللي منا اللي كركبنا، جوج كتعطينا جوج شكيلات، كتجي لذيذه مع ديك الزبده اللي كتكون نوازيت كتعطي فيها واحد لوكو زوين مع اللوز والجنجلان. وبالصحه والراحه، ولا عجبتكم تابوناو في لاشين ديالي.